اشتغلت 10 سنوات مع المخرج سامر البرقاوي. اليوم كيف علاقتك فيه؟ بكل صراحة ما في هالأحاليا يعني علاقة مع حدا، يعني مو بسمعه يعني. كيف يعني ما في علاقة مع حدا؟ يعني احنا بطبيعة شغلنا كتير ضغط الشغل بيحول الموضوع الاجتماعي لصفر. منه يعني مبرر، منه عذر. شخص اشتغلت معه 10 سنين، هل صحيح انه تركته لأنه ما عاد قادر تعيش تحت جناحه؟ أو اليوم هل في خلينا نقول فتور بيناتكم؟ يعني في فتور؟ بعض الفتور، في بعض الفتور، في خلاف. خلاف مع سامر البرقاوي؟ لا ما في، يعني لم يرتقي الموضوع لخلاف يعني ولا اصطدام حتى. هلا سبب الفتور هي طبيعة المهنة، يعني أنا شو